السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. الله يسعدك. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال، كان 4 أسئلة لصديقي على السريع إن شاء الله. اتفضل. السؤال الأول، صديقي بيسأل بيقول أبي يرسل إلي مبلغ كبير من المال من الخارج، من دولة من الخارج. طيب. ويقول لي تصرف كما تشاء، والمبلغ لي وللمنزل من تشطيبات وما شابه، ولكن بدون نسبة معينة لكل منهما. فهل يجوز لي أن أستثمر من المبلغ أو المبلغ كامل بدون علم أبي بذلك؟ لأني أخشى أن يقول لا تستثمر. تستثمر، يستثمر لنفسه أو لوالده؟ يستثمر لوالده. يستأذن الوالد. يستأذن الوالد. أيوه. طيب السؤال الثاني، أبي يضع وديعة في البنك بفوائد شهرية، فما حكم التصرف في هذا المال، المال اللي هي الفوائد أو الربا بالنسبة لي؟ هل يجوز لي أن أتصرف أو لا؟ لا تتصرف بما يعود عليك بأية عائدة، إنما تتصرف على سبيل التخلص منها لأقوام لا قرابة لك بهم. طيب السؤال الثالث، ابن عمي يطلب مني أن أوصل امرأته وهي بنفس سني ما يقارب من 21 سنة في مشاوير بالسيارة، نكون لوحدنا في غضون نصف ساعة تقريبا المشوار. الحم والموت ولا يجوز هذا. طيب السؤال الرابع والأخير إن شاء الله، الصلاة في إحنا في المحاضرة الآن وأذن المؤذن، هل أخرج للصلاة أو لا أو لا، أم أجلس وأصلي بعد ذلك؟ معك عذرك، معك عذرك ما دام وقت الصلاة لن يخرج. تمام، جزاكم الله خير. وياك.